couches and being a part of an extension of people's living rooms, making people. بتعرفوا اكلت هول حبيته كتير 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 حلومي ستيكس مع يوغرت صوص لوفد. عندهم كتير اشياء تانية خليكن معي، عندهم ووتر ميلون مع حلوم كمان حبيتها، عندهم ريبز، عندهم كرواسون مع بيض بقلبها، عندهم باو بونز، عندهم يو نيم ات. مزبوط اسمه جراند اند كو، هو كافيه فرع واحد بس بقلبه يو نيم ات، وقهوتهم كتير طيبة. اساي مانجو اند اساي. anyway ركزوا معي هون، طلعوا هون شو عندنا. عندنا بقليوة مع بيستاشيو كريم كيك ستايل، 2 بوزر سوبر دراير خفيفة ما عليها قطر، عليها هيدي الكريم اللي نحن معودين عليها بقلب الدرينكس. very well done. بيستاشيو كرانشي ما بيعرف ما بلزق عسنين، بوزة طيبة، بقليوة فليك وخفيفة. It's a very very good one. ما كتير فيها قطر، منا دلعة. A very neat classic cake. I love this. Studying in school. And then throughout university we were working until we graduated. He was doing his postgraduate and I was just working as an electrical engineer. That was during the recession. Very little money getting in return of the hours we were also putting in. And we always had that having our own business. So joint forces, I resigned and we decided to take a chance and start building. We started townhouses and duplexes, and we were building a lot of duplexes in the area of Liverpool and Fairfield. And then the opportunity came in 95, then we started building home units. I guess word of mouth and delivering good product and maybe being true and honest got us a lot of business. كرامبتس بعقده، بيبسايا بوتر عرفتكم عليه قبل،
وكتير اشياء كمان. الجو رائع رائع. اذا مش عاملين شيء وانتم بسيدني نهار السبت الصبح, it's not to be missed. بياخد العقل. فارمرز ماركت, اونرز ماركت, بس الاونرز موجودين. ناتشرال اورجانيك, everything in between, ترويقه, قهوه, خضره, فواكه. بعقد هيك ببلش الويكند. ترويقة اليوم كيك بلشت بأول فرع والسفرة اللي أبدأ, زرتهم بتاني فرع بتاني سفرة, فت اليوم على المعمل شو كيف يشتغلوا. كيف بيعملوا هول الكيكس يلي delivered every single morning لعندكم؟ معمل كتير كبير, hundreds of cakes, thousands of profiterol, يمكن مع بوزة بلا بوزة, يمكن التارت. عبالي قربوا شوي وسمعكم القرشة, سمعكم الفريشنس هون تو وجويتها فري بسكتي منا تاشي. بوم تفرط 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 على الاخر كأنه كنافة من هون. great way to start the day. من المعمل على يوتيوب رح تشوفوا القصة كي بلشت من الاول, من لبنان, من الستينات, تحت بالحمرة اندين بجوني اندين هون. صاروا 5 فروع بكل فخر بلشوا بلبنان واللبنانية. بخبركم بخبركم قصة كتير حلوة وجايب هو الفرنش كواليتي اند ليبانيز نو هاو هون على سيدني. مش معقول اجى استراليا مقطع عن صديقي توني ودغري من البرات. لك اهلا وسهلا فيك كل يوم. بتعرفوا صوت على محل باستراليا لدرجه صرت اكل لحمه اقول اكيد هيدي من عند توني, والجواب دائما ايه. لحمته بتعقد بتعقد بتعقد, وهو قديش هو طيب وقديش شبيبه تبعه جوا طيبين بتطلع باللحمه. المطاعم كل يوم فريش. خبز فيه كبنية أم منه, زيت زيتون كمان, وطالع تروق بالكار بارك. هاي أنتوني وأهلا وسهلا فيك بماغادن. ماغادن هي شركة المؤسسين تبعها هنا لبنانية, ونحن بنفتخر بهالشي خاصة اليوم إنه هو عيد الاستقلال اللبناني يلي كمان بنفتخر فيه, وعم نحتفل فيه كمان هون بأستراليا مع كل الموظفين اللي عنا إياهم بقلب الشركة. ماغادن هي شركة بتساعد الختيارية, بتساعد أهلنا. إن فاكت نحن بنعتبر كل ما في عنا زبونات, عنا أهل, عنا أميت, عنا بيات, عنا ستات, عنا جدود من عملون مثل ما أنا بعمل أهلي. وفي شغلة دايما لازم نتذكرها إنه كلنا رح نصل لهالمرحلة إن شاء الله, مش قريبة إن شاء الله طويل, بس at some point بمرحلة من المراحل رح نصل لهالشي. ولازم دايما نتعلم بهال experiences, بهالاختبارات اللي عم نقطع فيها هلا, كيف نعامل هالناس مثل ما نحن حابين نتعامل بس نصال بالمستقبل. ماي جاردن صار له من 2015 بسيدني, وصار عندنا 400 موظف, وعندنا فوق 2000 عائله اللي عم نساعدهم بكل خدماتنا من اتش كير ل ان دي اي اس, يعني المعاقين او المسنين بنساعدهم. وبعدنا مكفين بهالهمه, وعندنا كثير كثير عندنا قصص وبلانز للمستقبل ان تيرمز اوف
of accommodation للمعاقين تيصيروا يجوا لعنا ويعيشوا عنا 24 ساعة. فهما جاديان ومنحب كتير انه نسمع عنكم، مش بس انه لكونوا ناس عم نساعدكم، حتى لو كان عندكم حيالله سؤال حابين تعرفوا عنه من خلال مساعدات اللي الدولة بتقدمها حكونا، نحن حابين نساعدكم. مش معقول يقطع هذا النهار وما نذكره، مش معقول يقطع هذا النهار وما نعيده. واليوم طلبوا مني ماي جارديان جاد، قال لي نحن صلنا سنين 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 مع كل مواصفينا اللبنانية ولا نعزمهم على غدا ومنعيد كلنا سوا عيد الاستقلال، فهالنهار ينذكر عن جديد دايما ونضل نعايده الى ابد ابدين. محضرين طاولة غير شكل. Hi Anthony, how are you? This is Jad from My Garden. We're excited to have you in our offices, and we're even more excited as well to celebrate the Independence Day for Lebanon. So like all other Independence Days that with all other cultures, today is a special day as well, where we gather all around to share our culture and share the goodness of our culture and show the real image of who we are and who we represent in this community. My Garden is all about helping people. It's all about helping people from the age of 0 to 100. It's about helping people that need the help from the heart. It's not a transactional organization. It's not about benefit. It's about giving back to the community. And that's how we want to be known about. If you have any questions or any advocacy that you guys require in terms of the funds or subsidies or whatever help that the government provides, give us a call. We're happy to. Good morning, good morning. اليوم معنا مير اوف ليفربول، رح نقضي نهار رائع. We're one. It's very important. رح نمشي من شارع لشارع، من بيت لبيت، من محل لمحل. Taste of Liverpool هي multicultural. تبرموا العالم في هالمدينة يلي حاضن الكل. جبنة، زعتر وكل شيء بدكم اياه، حتى بيض وقوارم مثل كأنكم بلبنان. ميشيل صغير فتح هون باستراليا ورجع واجا من لبنان لدعم اكيد لبنان وكل الديزاينز اللي من لبنان. ايفنت اليوم اوبننج، يمكن كان في شيء 60 ست، كل الستات التقيت فيهم تعرفت عليهم باخر سفره كانوا هون. صوره 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 صوره، اجواء كثير حلوه، واخذت هديه لمرت، هديه لها. في شيء لمرت
بده الكاميرا بتوقف تحكي. خلينا البس بالعلو يا الله. هلا ويكون الله يديمك وخليني هيك وخليني الهم اللي عندك اياه ما ترجعنا لديمك ذكرنا بالاثنين. ثانك يو الناس اللي الله خليني هيك كلك زوا رجعت 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 فرجيتكم الكنافة أول مرة والكنافة تاني مرة وهلأ محضرين لي صينية كنافة كاملة حتى لو إحنا بعد الظهر. بس أنا مستحلي كل هالألوان الحلوة عم تشوفها وراي مستحلي القش تشعند حلية الجبن والقشة الطيبة. أوه ماي جود حلية الجبن زود الست بعد بده القشة كتير طيبة مثل كأنكم بلبنان مثل كأنكم بلبنان فريش سوبر فريش 100% هوم ميد بالمعمل ما في شيء يجيبوه من برا سوبر فليكي هالبنات وهالستات اللي بتعقد لما بتعمل شغل روعة ثانك يو واحد هالطريق معمول غير الفتيفول غير الشوز واللوز غير البقلاوة اللي كتير مشهورة وكتير كتير 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 طيبة غير المعمول الصغار غير كل هول اللي شايفينهم هون وكمان عندهم لوزية بترجع بترجعكم على علي. بس الأهم أنا اليوم بهيدي السلة اللي هي سلة كريسمس فيكم تدعموا المنتجات اللبنانية وتدعموا لبنان والعائلة اللبنانية والأشخاص عم تشتغل بلبنان تاخدوا مزهر وموارد 100% natural 100% made in Lebanon 100% super مش مخشوش وشغل كتير مرتب لأول مرة بيكونوا بأستراليا. اليوم سي سويت عم يعمل شغل كتير حلو كل هالسلة أنا وارد صارت موجودة أونلاين مش معقول قديش في أغراض قديش كيف ما عم بشيله بعدنا عم بشيله بهالغراض. ومش بس هيك في partnership بين سي سويت وبين الغراض بلبنان كرمال تعملوا فرق هيدا العيد بتكونوا عم تساعدوا لبنان ما بتعرفوا كيف مش منتوجات لبنان دبس العنب مش دبس الخروب دبس العنب من لبنان دبس عنب طعمة العنب السويتنس الحلاوة شيء رائع روعة 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 من روعات. انا هلا بجرين ايكر عن سي سويت وبعتقد على 3 سيارات بيقطعوا في 2 بيسلموا علي حسيت حالي بطرابلس ولا راحت ولا اجت بشمال لبنان هون زمامير انطون يحول انزال خد لك كاتشي مراحب كيفك اليوم انن جبني كنافة جبنة من أطيب ما يكون من أهم الكنافات بالعالم العجينة تبعها بتعقد ما راجع أخبركم عنها ستعمل عنها دعاية كتير بس مع دبس العنب يعني بلا قطر يعني ناتشرال سويتنس جاي دغري من لبنان وقادرة تدعم الضيعة بلبنان It's outstanding Oh my god Oh my god. Perfect blend.
اول مره طاقات الابروفل عليهم تنزلوا على السوق. عم نحكي عن 4 طارب فيستيف سيزن، ان كان هون طارد كلابيش، ان كان هون مع فستو مع ديتس تحت، ان كان هون والارومز والمظاهر والموارد، وان كان هون الفريشنس والكريمينس تبع القشطه كلهم سوا هلا سبيشال اديشن فور ذا مانث اوف ديسمبر على تسويق باستراليا بسيدني وبعقده. اعطيتوا عليه من 9.5 على 10. هالقد smooth operator, a bestseller. We're going to aim to get 23 grams coffee bean, 3 grams of coffee beans. Going into the grinder. Because this is not a single origin, there is a few blends in this. Once it's grinded, we like to stir to make sure all the flavors. Calibrate tamper, tamper the coffee down. So now we're going to aim to get 44 grams at 29 seconds. So coffee is a very underrated drink. You got your crema at the top, then you got your coffee at the bottom. The crema is a bit bitter, but once you pour that and you drink it, you're always going to get the aftertaste of a chocolate. Aftertaste, and yeah, coffee really speaks for itself. Fresh, مع شوية almond milk, top, smooth, chocolatey, and light acidity at the end. I love it. Gentlemen, first of all, thank you so much for welcoming me again in your country and giving me all this love again and again. Today I'm not talking about what I do myself, probably you can see it on YouTube, but I'll be talking about an initiative that is very, very important and dear to our heart. All the products that you have received, or mainly the products that are in the back on your seats, are made in Lebanon. It's not like any other product made in Lebanon, made by factories or made by normal big groups. They are made by families in the villages. And what is important about Lebanon, that little small country on the Mediterranean with more than 1,300 villages, is the villages, the power of the villages. So today you're receiving products that have been made by a Mrs., a Mr., a family, someone that has been struggling to stay in the village, and please appreciate them and feel them. They might be a little bit more expensive than the normal products in town, but this is a very important way to support Lebanon back then. It's an initiative called Reach 961 in Lebanon with the support of Harcola here in Sydney, with Made by Nature, the shop that we have that supports more than 650 families. And all together we're trying to bring more and more products to Lebanon. You've heard me probably say it a lot. If you want to support Lebanon, buy from Lebanon. If every single one of us would eat one manouche a day, imagine the amount of za'atar we can buy from Lebanon and support the economy. So we ask you, within the upcoming months, we're going to open up a pop-up shop in February and another in June and so on, to support as much as you can
the Lebanese businesses. Today, these products are being sold at C-Suite, which we thank and we recognize all that effort to support these products and support our initiatives. And any business opportunity you might have or any idea you might have, please share it with us. Enjoy the video and always remember, despite everything, we still come from a country called Lebanon, one of the most beautiful definitely on earth, and your way to support it is buy more from its villages. That way the villages will continue to be filled, and this way Lebanon will continue on shining again and again. Enjoy. We love you, Anthony. So what we have here today, we have the Callington Mill El Sol, one of our core releases. It's dessert sherry, being Pedro Jimenez, as well as a bit of dry sherry, all married together to make a very complex, traditional, and wonderful drop of Tasmanian single malt whiskey. One of my favorite ever. No ice, no water, no nothing, all the way from Tasmania, and Lebanese owned. هلا جوا في باستا ما بعتقد على الدنتي والصوص اكيد فيها توم ويعني ساعات بيكون في قشطه بوظه وسي سويت هون نقعد جوا كثير حلو الايفنت جاي بس عقصوله هي عم بتشتي هيك الناس مخبيه جوا كل البوظه الي وبعد شوي الكنافه نعم هي سهرتنا وصل لي هدية اليوم بلش نهاري وصل لي هدية على الأوتيل وصل الكيس مثل ما هو على الأوتيل ما كنت عارف أنه باتشي made in Lebanon one of the biggest chocolate manufacturers in the world very proudly high-end Lebanese chocolate صار في منه بأستراليا وصل على أستراليا وحتى جابوا the Christmas collection موجودة هون anything you might crave any chocolate you might imagine كل هول التفاصيل صاروا موجودين هون thank you for the gift باتشي لبناني اللي صار عنده اكثر من 83 لسه ماي تشيك بروبلي صاروا 100 محلات بالعالم بتذكر اني شفته بماليزيا وحسيت انه او ماي جاد هاردز لندن واو ذي ترولي ريبريزنت لبنان بالطريقه بالشغل بالتفاصيل فيري سبورتيف لكل شيء لبناني فاذا عبالكم تذوقوا طعمه الشوكولا من لبنان او تدعموا لبنان ان واي اور انذر باتشي صار موجود هون جود جوب جايز اند ثانك يو فور بريكفاست عماد طاو ابنه للشاعر مالك طاو بزيارة بسيدني كان عندي معرض توقيع كتاب امبارح الجمعة ب 24 تشرين وعندي شيء مماثل بملبن ب 10 ديسمبر I hope to see you there Tasmanian lobsters, pretty close to 4 kilo, 7.9 to 2 together. You can cut them down the middle and give you 4 barbs. Come on, come on, Jimmy. Sashimi first. Very good. You wait a second, I make for you nice. How I serve? No, wait. So you do like this. One hand you have a glove, you know you cannot touch food. This is like in Venice, every seafood you cook fresh.
for the customer in a pot, and then you put some pasta on the side.